خفف من الأكل وإذا جئت فكل. هذا هو مقتضى الطب. حتى سمعت أن بعض الدول المتقدمة في الدنيا يعملون هكذا. ما أدري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني أنك تخفف من الأكل وإذا جئت تكون فتأكل. ها؟ لا بعض الآن عملنا الآن أي يكثر عدد أي نعم. لا نحن الآن لنا ثلاث وجبات مثلا، الفطور والغداء والعشاء، لكن ما يقوم الإنسان من الوجبة إلا وقد ملأ بطنه. نعم سبحان الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن مع ذلك لا بأس بالشبع أحيانا، أحيانا لا بأس، كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. فإن أبا هريرة كان جائعا جوعا شديدا، وكان يأتي إلى الصحابي يسأل عن آية من كتاب الله ويعرفها، لكن يقول لعله يستتبعني، يقول امشي معي إلى البيت، ولكنه ما أحد كلمه. يقول حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله فعرف ما في وجهه فطلبه يتبعه، وجيء بلبن وشرب الناس حتى بقي أبو هريرة هو آخر الناس، فشرب وشرب، والرسول يقول اشرب اشرب باهر، قال والله لا أجد ما سرى. إذا معناه أنه قد ملأ إيش؟ قد ملأ بطنه، لكن هذا أحيانا فلا بأس. طيب المهم أن حفظ الإنسان وهو جائع أحسن من حفظه وهو شبع. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف لأنها بينها، وكل موضع بعد عن الملهيات، يعني يكون الإنسان ينفرد في غرفته في حجرته، والغرفة فوق والحجرة أسفل، فهذا أحسن لأن يبعد عن الملهيات. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار. وش رأيكم في هذا؟ نعم إيه نعم. يعني بعض الناس الآن إذا أراد يحفظ أو يراجع يخرج إلى البر عند النبات وعند الأنهار وعند الأودية ويجد في هذا راحة، لكن الواقع أن الإنسان المغرم بهذه الأمور وهذه المناظر لا شك أنه لا يكون قلبه فارغا للحفظ، لأنه يحب التنزل. أما الذي على أمر عنده سواء هذا شيء آخر. والظاهر إذن أن نرجع إلى القاعدة الأولى، وهي أنه يختلف اختلاف الناس. أما قوارع الطرق فنعم، واحد يحفظ مثلا زاد يروح بالسوق عند الناس، نعم يبيعون الخضر ويبيعون ما يمكن، لأنها تمنع غالب الخضر والطرق. شيخ نعم أحسن الله إليك، فيها مسألة وهي قول مؤلف رحمه الله وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. نعم. الآن نرى يا شيخ في بعض المجالس صغار الطلبة يتقدمون يعني في المجالس على الطلاب الذين سبقوهم في العلم وأكبر منهم سنا. نعم. إذا هذا قصد الظاهر إذا دخل الإنسان مثلا وأرادوا أن يفسحوا له فلا يتقدم، إلا أنه لا يتقدم على من هو أفضل منه. ما يتقدم؟ على من هو أفضل منه. ثم يا شيخ ما يفعل بعض الناس اليوم من الانتخاب في المجلس؟ من إيش؟ الانتخاب رحمكم الله. إيه. يمتخذ ويستدعي رحمكم الله البلغم وما شبه ذلك مما يعني مما يتقزز من الحاضرون. يتقزز من الحاضرون. صحيح. لكن يظهر أصلا عليه مسكين. طيب يا شيخ لماذا لا يقوم؟ نعم. لماذا لا يقوم؟ وش يكلف يعني قيام؟ والله ربما يقول أنا أخاف يفوت عن العلم. إنما على الإنسان أن يقلل من هذه الأمور، لأن النفوس تتغذى منها. صحيح بعض الناس ربما تظن أن والله أعلم، الإنسان ما يستطيع أن يحكم على الناس، تظن أنه ما هو بحاجة لهذا الشيء، ولهذا يمتخذ مرة وفي خمس دقائق يعيد هذا.
أو بعض الناس عندما يكون معه العطاس تجده ما يعني ما يخفض الصوت ولا يضع غطرته على وجهه يغطي وجهه، مع أن هذا من الأمور المحبوبة. وبعض الناس يغطي بيديه هكذا، وهذا أعتقد أنه أقوى للصوت. وأيضا ربما يحصل شيء في يديه من الخارج. لماذا؟ والعلماء قالوا ينبغي أن عند العطاس أنه يغطي وجهه لئلا يخرج منه شيء يؤذي مشاهديه. لكن لماذا يا شيخ لا يقال للمزكوم مثلا خلك في آخر أطرف الناس عشان ما تزعجهم بصوتك وانتخاطك؟ لأنه الحقيقة أنا ما أعرف أنه يعني مزعج من طرف أول أنه يظهر بالتسجيلات، والثاني يشمئز منه الحاضر. يعني أنا شيخ الحقيقة يعني طرح أمر مثل هذا ربما يساهم في علاج القضية. لا بأس على كل حال، مجلس كن يتكلم ما يرى. ما أنا ما أستطيع أقول الإنسان مسكون قم هناك. لا يقال مثلا كلام عام. من يقول؟ ولا ظاهر السنة بذلك. نعم؟ ولا ظاهر السنة بذلك. إيش؟ ولا ظاهر السنة. شو الله؟ يعني السنة صلى الله عليه وسلم يعني إذا عطس ثلاث مرات عشان نتبه فالإنسان يدعو له لأنه مسموم، ما قال له اجلس في الوراء لأنك مسموم. وإذا ما صلى كان يعني كان يتنخى فتقع في أيدي الصحابة. لا هذه مسألة، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا معهم دائما، لكن يريدون أن يبينوا لرسل قريش عظم مقدار الرسول عندهم. ولا ما كان يفعل. انتهى الوقت، انتهى. بسم الله. أثر علي أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في جامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، كما أخرجه كذلك في فضله المتفضل. أما ما أخرجه ابن عبد البر فيقول رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان الأسواني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي قال حدثنا محمد بن حسن الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن شريك يعني بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته بالجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. هذا الأثر لهذا الإسناد ضعيف جدا، ففيه صالح بن محمد الترمذي قال ابن حبان في المجروحين: كان رجل سوء مرجئا جهميا داعية إلى البدع يبيع الخمر ويبيح شربه، وكان الحميدي يقنط عليه بمكة، وإسحاق بن راهوية إذا ذكره بكى من تجرؤه على الله عز وجل. لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه، لم يكتب عنه أصحاب الحديث، وإنما وقع روايته عند أهل الرأي، ولكني ذكرته ليعرف فتجتنب روايته. أما ما أخرجه الخطيب في الجامع فقال رحمه الله تعالى: أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان بفتح الباء الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبرهم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول قال علي رضي الله عنه وأرضاه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. هذا صحيح، ولا تغمزن، صواب لا تغمزن، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان لا غيره ولا عنده ولا شيء.
لا هذا يا شيخ الموقف في جامع الجامع الخطيب هذا الموقف واصل شيخ هنا بس لا يجب غيره ما يحتمل أن تكون مصحفة من عنده أقول ما يحتمل يا شيخ أن تكون مصحفة من عنده ولا تغمزن عنده لا لأنه لا تشغلن عنده بيده ولا تغمزن بعيده نعم صحيح يا شيخ وأنا أحدث ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ ثوبه ولا تلح عليه إذا كسر ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو ولا ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو بمنزلة ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع بين محمد بن سلام الجمحي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا صلى الله عليه وسلم هذا الأخير هو انقطاع لكن في انقطاع متى كانت كيف أبو متى كانت من ذلك روان هو لم يسمع بهذه ما ولادة سجلت عندي بورقة صغيرة يا شيخ مضيت في البيت سجلت وفاة كل راوي من أبوه إذا أردت يا شيخ قد أنت شراء لا لا ما شاء الله أردت إن شاء الله أحسن بارك الله طيب الحديث نكتب أما على الرواية الأولى هذه حتى ما توافق فيها مخالفة لكن هذه يقال رواه الخطيب البغدادي كذا عندك بإسناد كله انتقاد سلام بإسناد كله انتقاد لكن فيه انقطاع بين علي بين سلام محمد بن سلام الجمحي والله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق وإذا جفاه الشيخ ابتدأه بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه وقد قالوا من لم قال قلبه شيخي سليما أو هذا معنى وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا نعم كلا فعززت مطلوبا فتح لا ما يتكلم
يعني نتكلم، لكن هل معناه دللت طالبا فعززت مطلوبا، او دللت طالبا فعززت مطلوبا؟ السياق يدل على انها مبين المجهول، انه ذلل طالبا يعني كفاه المعلم واذله، ثم عزز مطلوبا يعني من المكبر وحصل العلم عزز وصار عزيزا. ومن آدابه الحلم والأنا، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير، وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن هذا صحيح، يعني كون الإنسان لا يكون له فرصة، لا يقول أراجع هذه المسألة غدا أو بعد غد وما أشبه ذلك، لأن هذا عرضة. وكما قال المؤلف رحمه الله: التأخير له آفات. وهذه العبارة وجدتها أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إنه من قدر على الحج فليحج ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات. وهذا حقيقة، قد تكون الآن قادرا لكن يعتريك ما تعجز عن إدراك مطلوبك في وقت آخر. وعن الربيع أنه قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل. عندنا ما لا تطيق بالتاء، والمعنى واحد. وهذا يختلف باختلاف الناس. صحيح، هذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من ربيع قلبه وأنس نفسه أن يطالب ويراجع ويبحث ويتعلم، ومن الناس من يجعل العلم على الفراغ، متى فرغ طلب العلم. وفهذا هذا الثاني في كسل، حتى لو جلس يطالع أو يتعلم يمل سريعا. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجد انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، الإقراء في وقت بعينه. يعني وش عندك أنت؟ الإقراء. إيه نعم، لأن بلا أول نكرت بما أسمع. أنا أعتقد أن الكلام على الهمزة. بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده. وينبغي للشيخ أيضا أن يعين وقتا معينا للطلبة، يقول مثلا: إذا تأخرت إلى كذا فلست بحاضر، حتى لا ينسجنوا بانتظاره ويذهبوا إلى أعمالهم الأخرى. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. ابن عباس رضي الله عنه كان يأتي إلى الرجل عنده الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في القائلة، فيضع رداءه ويتوسده وعند عتبة الباب ينتظره، فإذا خرج سأله عن الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله كيف تنتظر؟ فيقول كلاما معناه: أن الحاجة لي فأنا صاحب الحاجة. الله أين هؤلاء؟ نعم. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا،
وقال الشافعي تفقه قبل أن تسودوا أي تجعلون أسيادا أو سادة. تفقه قبل أن تسودوا. وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذا صحيح. الإنسان إذا اشتهر في علمه وبرز بين الناس ما يفرح، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغ، ويقال أنت لنفسك ما لم تعرف، أنت لنفسك ما لم تعرف، فإن عرفت فلست لنفسك فأنت للناس. ولهذا يجب أن الإنسان ينتهز هذه الفرصة كما قال الشافعي رحمه الله تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، وهو بمعنى ما روي عن عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن يتخذكم الناس سادة. عندي جملة معترضة يقول الفلبين ها هي من كاتب ها هذا التكليف هذه يقول الفلبين بارد جدا. ايش الفلبين؟ ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة ويبتدئ درسه بالحمد لله. ايش عندكم يبتدئ ولا يبدا؟ ها يبدا، هو مقتضى كتابته عندنا انه يبدا، لان يبتدئ تكتب الهمزه على ياء الله انه يبدا. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء. هذا الأحسن أن تقرأ على سبيل الحكاية، إذا قال بالحمد لله فيقال بالحمد لله، لأنه لو أراد الجر لقال ويبدأ درسه بحمد الله. مثل هذا يبقى الحكاية. ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. هذا سبق الكلام على معناه، وأن القراءة من الكتب طويلة الطريق، وأنها أيضا مهالك ومهاوز، قد يخطئ الإنسان فيما يقرأ فهما أو تصحيفا أو ما أشبه ذلك. الحديث من يخرجه؟ نعم نجاري. وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب وهذه من أحسن ما يكون مرافقة الزملاء المحاضرة والمذاكرة، إلا إذا خشي أنه إذا اجتمع مع زميله أضاع الوقت بالكلام فهنا يبتعد، لكن إذا كان زميله حريصا مثله
وجلس وصار يذاكر مذاكرة يراد بها بيان الحق والوصول إليه، فهذا من أحسن ما يكون، وهو من الأسباب التي يسخ بها العلم. نعم. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشائخ، وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح. رحمه الله. بعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم فالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو. في هذا نظر ظاهر، الحديث هو الذي يلي التفسير والقرآن لا شك في هذا، لأن الحديث والقرآن هما الأصل في إثبات الأحكام، ثم يلي ذلك العقيدة والتوحيد قبل الفقه، إلا أن يراد بقوله الفقه ما هو أعم من الفقه الاصطلاحي وهو الفقه في الدين، ومنه علم التوحيد، فإن علم التوحيد يسمى الفقه الأكبر، فإن كان يريد هذا فلا بأس. وكذلك أيضا النحو، نعم مهم، لأنه يعدل اللسان في المقال ويفتح باب المعرفة، فكم من شيء انغلقت معرفته، ولكن إذا ذهبت تعربه أو تنزله على قواعد النحو فيمتحن. المهم يبدأ أولا بالقرآن وتفسيره، ثم الحديث، ثم بالعقيدة والتوحيد، ثم بالفقه. نعم. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا، وإذا بحث المختصرات من اللي يتأذى من هذا؟ الشيخ. وذكرنا فيما سبق أنه يستثنى من ذلك ما هو هنا، إذا كان يخاف عليه أن يضيع وقته ويضيع علمه بين المعلمين فليقتصر على واحد منهم. المبتدع لا يثمن مطلقا حتى لو ما عنده ولا شيء. نعم. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا، وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها، مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة، وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. لكن التعليق أين يكون؟ يكون على الهامش، يكون في الحاشية في أسفل. أما ما يفعل بعض الناس يعلق بين الأسطر وهي ضيقة، فهذه يوجب الإشكال والتشويش، تلخبط الأسطر ولا يعرف من بعده ماذا كتب.
نحن الآن مثلا نكتب ونعرف أننا كتبنا كذا وكذا، لكن اللي بعدنا لا يدري إذا كان السطر ضيقا أو كنا مثلا نتجاوز في النقط أو غيرها أو في تقويم الحرف، لأن الإنسان عندما يكتب يعرف أنه يريد كذا وكذا فيظن أن هذا له ولغيره وليس كذلك. ولهذا إذا أردت أن تكتب فراعي غيرك قبل أن تراعي نفسك. نعم. ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه ثم يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. قول لا يؤثر بنوبته يعني إذا وصله الدور لا يقول لي فلان قم عنه بنوبتي، بل هو الذي يقوم بها. وقوله فإن الإيثار في القرب مكروه هذا في التفصيل، أما القرب الواجبة فالإيثار بها محرم، ولا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بها، كرجل ليس معه من الماء إلا ما يكفي لوضوئه أو وضوء صاحبه، فهنا الإيثار حرام لا يجوز، لأنك سوف تسقط به واجبا عليك. وأما الإيثار بالقرب المستحبة فهذا فيه تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس، كما لو آثرت والدك بالصف الأول في المسجد، يعني إنسان في الصف الأول دخل والده فآثره بذلك فهذا لا بأس به، بل قد يكون خيرا لما فيه من إظهار البر للوالد، وكذلك لو آثرت به من له حق عليك فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك سبب فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره الإيثار، لأنه يدل على رغبة الإنسان عن الخير. نعم. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة. طيب يعني الإيثار بغير ذلك، يعني بغير القرب، الإيثار بغير القرب هذا من أفضل الأعمال، وقد وصف الله تعالى الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر. نعم. ومتى بخل؟ والله لو تجعل نسخة لأنها جيدة، لكن بعض الناس عند الاختبار يقول ما علم. ليش؟ يخشى أن يكون أحسن منه، وهذا غلط. نقول إنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وربما تبخل عليه في هذا فينسيك الله تعالى ما علمه عند الحاجة إليه، فلا تبخل على إخوانك بما أعطاك الله تعالى من العلم، والحسد أشد. هنا الحسد أشد. كيف الحسد؟ معناه انه يكره ان ينجح وان كان ما علم وان لم يعلم. في اختبار كان اي شيء. ولا يحسد احدا
ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه. وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. فإن فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الرفيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالآئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. هذا جيد من المؤلف رحمه الله، وهو قوله يرتفع عن الجمود على محض التقليد، لأن بعض الناس لا يرتفع عن هذا، تجده مقلدا لمن يقلده ولو بان الحق بخلافه، وهذا لا يجوز، لأن من قلد أحدا على هذا الوجه فقد اتخذه رسولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا أحد يجب الأخذ بقوله فعلا وتركا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلوطات. لكن كيف نعلم أن هذا الرجل متعنت أو معجز؟ يعلم هذا بالقرائن، وأن يأتي بالأشياء المعضلات التي لا تقع إلا نادرا، أو ربما لا تقع وتكون أمورا نظرية فقط يذكرها العلماء تمرينا للطالب، يعني في بعض المسائل العلم لا تقع، ليست واقعة ولا يتوقع أن تقع، لكن يذكرها العلماء تمرينا للطالب، أو مثلا أو تمريرا لقاعدة يقعدونها ويأتنا لها بأمثلة. فعلى كل حال السائل إذا عرفت من القرائن أنه متعنت أو معجز فلك أن تقول لا أجيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.